نعود مرة أخرى عبر سكايب إلى الاتصال بوزير الإعلام الفلسطيني الأسبق السيد نبيل عمرو. سيادة الوزير، ما هي قراءتك لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى إنه اقترب غدا من أسبوعين كاملين؟ يعني في واقع الأمر أن هنالك فيما يبدو إصرار إسرائيلي على تجاهل المواقف الدولية المتنامية ضد العدوان القائم الآن. في البداية كان هنالك تشجيع لإسرائيل على العدوان، الآن بدأت تتفرق الأمور من حول إسرائيل، وبالتالي هنالك عناد إسرائيلي مبالغ فيه بالاستمرار بالعمل العسكري. هنالك أيضا تحضيرات جدية للعمل البري، وهذا ما سيؤدي إلى مضاعفة الخسائر التي بلغت حتى الآن ما يزيد عن 4000 شهيد غير عشرات آلاف الجرحى، وأولئك الذين لا يعرف كم عددهم ممن هم تحت الأنقاض. الوضع الآن يحتاج إلى مزيد تكثيف التحرك السياسي، وتقوده عمليا مصر في واقع الأمر بالعلاقات بالاتصالات الدائمة مع الإدارة الأمريكية من أجل فتح معبر رفح الذي بات ضروريا للغاية نظرا للمستوى الذي بلغته الكارثة الإنسانية داخل القطاع. لا ماء، لا دواء، لا يوجد أي أبسط مقومات الحياة الإنسانية. لذلك نأمل خلال الفترة القادمة أن يفتح معبر رفح وأن يصل الدعم لأهلنا في غزة، ثم بعد ذلك نعول كثيرا على المؤتمر الإقليمي الدولي الذي سيعقد في القاهرة يوم السبت، والذي يبدو أن فيه استجابات واسعة من قبل دول العالم، سيطرح موضوع غزة وسيطرح أيضا القضية الفلسطينية من أساسها. بالنسبة لهذا المؤتمر، إلى أي مدى يمكن أن يحقق الهدف الأول المنشود وهو وقف إطلاق النار إذا كانت إسرائيل نفسها لا تشارك فيه؟ أو بمعنى آخر، كيف يمكن الضغط عليها من أجل وقف العمليات العسكرية؟ يعني إسرائيل الآن هي في حالة انفعال جنوني، وفي حالة انتقام أكثر منها في حالة عمل رد على عمل عسكري. ولكن في نهاية المطاف لابد من أن يكون هناك جهد دولي يضغط على إسرائيل، والقوة الأساسية التي تستطيع الضغط إلى جانب الدول العالم التي تسابقت في التأييد عملية إسرائيل في البدايات، إلى جانب هناك التعويل على الولايات المتحدة التي أعلنت أنها تدعم الجهود الرامية إلى فتح معبر رفح وفتح ممرات إنسانية إلى غزة. إسرائيل تماطل، إسرائيل تحاول أن تكسب كثيرا من الوقت من أجل المعركة البرية ومن أجل أن تحقق الأهداف الجنونية التي وضعتها والتي تتطلب ربما تدمير غزة. لذلك لابد من تواصل الضغط وتواصل العمل السياسي على كل المستويات، وليس من قدرة إسرائيل أن تصمد إلى ما لا نهاية أمام تطور الموقف الدولي في غير مصلحتها. لكن إسرائيل بالنسبة لها تروج الآن لدى الغرب أنها ضحية لهجمات من جماعات إرهابية تشن هذه الهجمات من قطاع غزة، حتى إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها. إذن كيف يمكن التأثير في القرار الغربي وخاصة الأمريكي إزاء مسألة الدعم والانحياز الأمريكي الغربي الدائم لإسرائيل؟ هذا صحيح، يعني هذه أحد المعضلات التي نواجهها كفلسطينيين وكعرب، أن الولايات المتحدة ودول الغرب أخذت الرواية الإسرائيلية دون تدقيق، وهذا موقف تقليدي من جانبهم. لكن دعنا الآن نتحدث عن الجزء المتعلق ب العمل الإنساني. العمل الإنساني هنالك تنامي من التعاطف الدولي معه. الكل يرى أن إسرائيل تبالغ في القتل، تبالغ في التدمير، حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الذي فعلته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر لا يبرر قتل هذا الكم الهائل من البشر داخل غزة، ومعظمهم من الأطفال ومن المواطنين المدنيين. لذلك يعني مفهوم تماما أنه في البدايات كان هنالك موقف، ولكنني أرى ولو ببطء شديد تطور في الموقف الدولي. الموقف الدولي أصبح يعزل بين العمل العسكري الذي يؤيده إلى حد ما كرد على ما حدث،
والإفراط في استخدام القوة ضد المدنيين. لا أحد يريد أن تستمر هذه المأساة الإنسانية، وفي تقديري أن الأمور ستتطور للأفضل في المستقبل القريب. هل معنى هذا أن على الجانب العربي أن يتخذ موقفا مختلفا وجديدا عن المواقف السابقة؟ أكيد، يعني خلينا نقول أنه دعوة المؤتمر الإقليمي والدولي هي خطوة مهمة جدا، قد تتلوها خطوات لا نعرف، العرب عندما تطلب منهم أمرا يتعلق بإسرائيل أو الولايات المتحدة يقولون لكن هذا شأن متصل بالسيادة، والعرب سيرون بعد فترة أنهم بحاجة إلى إجراءات أكثر جدية من التنديد والإدانة وبعض الجهود المتعلقة بالعمل الإنساني. لا، نحن نتوقع أن يقوم العرب بخطوات أكثر فاعلية في حال استمرار التجاهل الإسرائيلي حتى لفتح الممرات الإنسانية. نعم، نحن بحاجة إلى إجراءات ضاغطة أكثر من جانب الدول العربية التي أجمعت على إدانة العدوان، لم تستجيب للرغبات الأمريكية بالحياد التام وكان الذي يجري في مكان آخر، والعرب خاصة مصر والأردن أوقفوا مؤامرة التهجير ولم تعد قائمة خارج الوطن الفلسطيني، وبالتالي بالإمكان أن تتطور الأمور لما هو أفضل وأفعل من ذلك. المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن والعواصم العربية والأجنبية، إلى أي مدى ترى أنها تختلف أو تتسق مع مواقف الحكومات؟ لا، بالتأكيد ستكون في المجتمعات أو في الدول الديمقراطية التحرك الشعبي له تأثير، وحدث أنه أثر إيجابا في العديد من مواقف الدول التي بدأت مطالبة بمقاطعة الفلسطينيين وقطع الدعم عنهم وإلى آخره. ظهرت دول رفضت ذلك، والآن اتساع المظاهرات الشعبية في العواصم يعني إرغام هذه الحكومات على مواقف أكثر توازنا. لا نتوقع أن تقف إلى جانبنا ضد إسرائيل بصورة مطلقة واضحة، ولكن في نهاية المطاف التوازن قد نحصل على بعض منه نتيجة هذا الحراك الشعبي الذي تشهده عواصم العالم. هذه المظاهرات التي حدثت في بعض عواصم العالم وتحديدا مثلا في الولايات المتحدة، بالأمس كان هناك اعتصام لعدد من أبناء الطائفة اليهودية الأمريكيين في مقر الكونغرس الأمريكي نفسه، إلى أي مدى لمثل هذه الأمور أن تشكل ضغطا على الإدارة الأمريكية الحالية بصورة يمكن أن تحقق نوعا من التغيير في مواقفها المنحازة على طول الخط؟ أي جهد يعلن مناوعة هذه الهجوم الشامل الذي تقوم إسرائيل والتدميري ينفع بالتراكم. لننظر أيضا إلى داخل إسرائيل، حتى في داخل إسرائيل هنالك قوى كتاب مثقفين يرون أن إسرائيل ورطت نفسها قبل هذه الحرب بالابتعاد عن إمكانيات السلام، وهي الآن تدفع الثمن. أنا بقرأ الصحف الإسرائيلية جميعا، جزء كبير من يكتب بهذه الطريقة. لذلك كلما طال أمد الحرب كلما زادت ردود الفعل الإيجابية لمصلحة الفلسطينيين. وأنتم تلاحظون الآن في اليوم 13 ليس ما كان الأمر عليه في اليوم الأول أو الثاني، ولذلك نحن نعول كثيرا على أن الحراك الشعبي في العواصم والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية، خصوصا بعد حادث المستشفى بالأمس، أعتقد أن التطورات التي يقودها الشارع في العواصم يمكن أن تكون أكثر فاعلية كلما طال أمد الحرب. وطول أمد الحرب وكذلك استمرار حالة التدهور الإنساني داخل قطاع غزة، هل يمكن القول أن كلها عوامل يمكن أن تناصر الموقف الفلسطيني وتعمل على تقصير أمد هذه المعارك؟ يعني نحن نأمل أن يقصر أمد هذه المعارك، هذه أمنية بالنسبة لنا ولكن ليست مضمونة. وفي نهاية المطاف ماذا يعمل الغزيون المغلق عليهم من البر والبحر والجو؟ ليس أمامهم إلا أن يصمدوا وأن يتطلعوا إلى ضغط عربي وإقليمي أكثر فاعلية.
على الأمريكان والإسرائيليين لكي يخرجوهم من هذه المأساة. الصمود قدر على أهل غزة. ولا ننسى أن هذه المعركة هي خلاصة 7 معارك سبقتها أقل وتيرة منها ولكنها لم تكن قليلة. كان هنالك تدمير في غزة حتى الآن لم يجري إعادة البناء، وبالتالي هذا هو القدر، وعلى غزة أن تتطلع إلى أشقائها العرب وإلى كل المتعاطفين معها من الإقليم ليمارسوا دورا يرفع عنهم هذا الكابوس الثقيل. الدعم العسكري الأمريكي المتواصل لإسرائيل، إرسال مدمرات، حاملات طائرات إلى شرق المتوسط قرب سواحل إسرائيل وقطاع غزة، وكذلك الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الذي أعاق قرار وقف إطلاق النار أو مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار. مثل هذه الأمور، يعني ما هي طبيعة الرد الواجبة؟ وهل تعتقد أن كل هذه الإجراءات الأمريكية تهدف إلى معارك أكبر من مجرد مواجهة إسرائيل لعدوان قادم عليها من قطاع غزة؟ هل هناك خطط لحرب إقليمية يمكن أن يكون في الكواليس يخطط لها من قبل الولايات المتحدة لتوسيع دائرة الصراع؟ يعني المواقف المعلنة من جانب الإدارة الأمريكية أنها لا ترغب في توسيع دائرة الحرب لكي تتحول إلى حرب إقليمية، وهذا إلى حد كبير السبب الرئيسي في هذا الاحتشاد العسكري الهائل في المتوسط، والذي يصل إلى حد إرسال جنود مشاة أيضا لمساعدة الإسرائيليين وربما مستشارين عسكريين في غرف العمليات. الهدف الأساسي ليس فقط غزة وإنما الإقليم، وأمريكا تدرك جيدا أنها تراجعت كنفوذ تلقائي في إقليم الشرق الأوسط، وبالتالي تعمل على استعادة هذا النفوذ من جديد بالتخويف، بالحشد، بكل الوسائل التي. طيب معالي الوزير لو سمحت لي وبشكل سريع، إذا حدث وقف إطلاق النار هل معنى هذا أن الأزمة انتهت أم هناك خطط أخرى يعني تدبر في الكواليس؟ يعني لا يوجد نهاية للأزمة. يوجد الآن تحدي تحول هذه الحرب إلى إقليمية، بمعنى إقليمية قد تجر أطراف أخرى دولية، وهذا أمر حتى الآن غير مضمون أنه جرى تجنبه، لا حتى الآن وارد، وهنالك تقديرات تبدو كما لو أنها حتمية، ولكن حتى الآن المؤشرات الأولية من قبل القوى المتدخلة في العملية العسكرية الواسعة أنها لن تتحول إلى إقليمية، ولكن الميدان ربما يقود إلى التطور من هذا النوع. شكرا جزيلا لك السيد نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق.